الحقيقة ما أشارت إليه الخارجية الأمريكية على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية منذ أسابيع، وكان معانا مع حضراتكم هذا الملف قبل العيد، قالت أو أرجعته إلى ما اعتبرته انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وهي دي نفس النغمة اللي بتشتغل عليها أيضا بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي نشرته هيومان رايتس، وأشارت فيه إلى أن في تعذيب في السجون وأنه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. هناك مشكلة تواجهنا الآن، وهو الصورة التي يتم تصديرها من قبل الكثيرون بأن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مصر. محدش فينا بيقول أن ملف حقوق الإنسان في مصر هو ناصع البياض، ولكن حجم الصورة التي يتم تضخيمها فيما يسمى بانتهاكات خاصة بحقوق الإنسان هي تضخيم كبير جدا. والحقيقة أننا نحتاج إلى معالجة عملية وقوية لهذا الملف. القضية مش أن احنا نهاجم هيومان رايتس ووتش في وسائل الإعلام بتاعتنا ونقول أنهم وأنهم وأنهم، هذه هي ليست المعالجة الصحيحة. ده مش الكلام التاني. الكلام التاني أن يكون في تواصل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم، يتبين لهم حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر. يمكن المجلس القومي لحقوق الإنسان النهاردة بينفي تماما ما نشرته هذه المنظمة، لكن الحقيقة أن يؤسف الكثيرين أن يتم الاستناد في هذه التقارير الدولية لعدد من منظمات حقوق الإنسان الداخلية، وبالتالي أنت في حاجة إلى أن تواجه نفسك بالحقيقة. هناك مشكلة كبيرة تتعلق بعدد من منظمات المجتمع المصري التي تصور صورة خاصة بحقوق الإنسان في مصر. والحقيقة مش مسألة تأثيرها على مسألة المعونة أو عدم تأثيرها، لا، هي تأثيرها أو تداعياتها يجب أن يحسب بحسابات سياسية دقيقة تتعلق بصورة هذا البلد، بالفكرة العامة المرتبطة بملف الحقوق والحريات في مصر. والحقيقة أن احنا محتاجين كلام تاني حقيقي في التعامل مع هذا الأمر، وده مش مسؤولية الحكومة أو الخارجية أو هيئة الاستعلامات أو يعني بعض الهيئات التابعة للدولة، لأن عادة كلام الدول لا يؤخذ به، يعني لأن في النهاية هيتقال لك دي الدولة الرسمية اللي بالتأكيد هتدافع عن نفسها. لكن لما يصدر ده من منظمات حقوقية بتعمل في مجال المجتمع المدني وتتسم بالاستقلالية، ده هيفرق كتير قوي. طبعا كمان في شغل على لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وهي القضية مش ان حضرتك تعمل وفد وتسافر وتقابل الناس هناك وتقول ان احنا اوضحنا. القضية هي مدى قدرتك الحقيقية على اختراق هذه الصورة بصورة اخرى، ومش انك تنفي، يعني مش انك تقول لا انا حقوق الإنسان عندي احسن ما يمكن، لا، مش دي القضية. انا حقوق الإنسان فيها هذا الأمر، بنقدر الأمر بهذا الشكل، نسعى لتحسين أوضاعنا في هذه الملفات، هناك مبالغة مثلا في تقدير، يعني يبقى في كلام تاني حقيقي موضوعي، لأن هذه هي الطريقة التي يتعامل بها المجتمع المدني في الخارج. هذا لا ينفي أن في ناس بتشتغل عليه، طبعا الإخوان المسلمين وبعض الدول من مصلحتها أن هي تصدر صورة غير صحيحة عن الأوضاع في مصر، لكن في النهاية أنت بتعمل إيه؟ كيف تواجه هذه الصورة؟ هنضم إلينا هاتفيا الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذة رشا، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بيك دكتور. الحقيقة نحن نواجه تحدي كبير يتعلق بالصورة النمطية المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر، وأنا أسف أقول لحضرتك أننا يبدو حتى اللحظة لم ننجح في تقديم صورة بديلة أو على الأقل صورة متوازنة وموضوعية. لدينا مشاكل، ولكن هناك تصدير لهذه الصورة بمبالغة شديدة. الحقيقة حضرتك بتقولي كلام معقول، فعلا هناك تقصير فعلا مننا في إظهار صورة حالة حقوق الإنسان في مصر في المجتمع الدولي. الحقيقة أنه تقرير هيومان رايتس ووتش ليس يعني فقط المطلوب مننا أن احنا نقول أنها مسيسة كما جاء في رد وزارة الخارجية أو حتى في رد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ليس هناك تعذيب ممنوع. هذا في رأيي ليس كافيا، ولا يكتفي العالم بمجرد الرد بالتكذيب.
لابد أن يكون هناك خطوات إيجابية من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن يكون هناك لجنة مشتركة لدراسة هذا التقرير. وإذا كانت هذه المنظمة جادة، وأنا لا أعتقد أنها جادة وأن هي مسيسة، بدليل أن التقرير طلع امبارح والنهاردة لجنة الكونجرس أوصت بتخفيض المعونة الأمريكية العسكرية 300 مليون دولار، ثم المعونة الاقتصادية 37 مليون دولار. فهذه القراءة واضحة وضوح الشمس. الحقيقة فندم، يعني ربما يرى البعض يا دكتور أن لا يعنينا مسألة المعونة بشكل كبير أو حتى منظمة هيومان رايتس بشكل محدد، لكن ما يعنينا هو صورة النمطية زي ما ذكرت لحضرتك المرتبطة بملف حقوق الإنسان في مصر. الحقيقة أن هي ما زالت ورقة تستخدم في وقت معين لهدف معين. يعني إذا كان هناك تقارب بين مصر ودول الشرق الأقصى أو بين مصر وروسيا، لابد أن تخرج ورقة حقوق الإنسان وتخرج في توقيت معين. هذا ما تعودنا عليه، لكن أيضا أقول أن هذا لا يكفي، لابد أن نقدم للعالم دليلا واضحا، أن تكون هناك لجنة مشتركة من مجلس النواب مجلس حقوق الإنسان ومجلس القومي لحقوق الإنسان، وتذهب إلى كل ما يتم ادعائه. طيب دكتور صلاح، خليني أقول لحضرتك بصراحة، تفضلي. هذه المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان خارج مصر تستعين في كثير من الأحيان في تقاريرها بتقارير مؤسسات حقوقية مصرية. مصرية؟ نعم. الحقيقة أن كل اللجان، كل المنظمات المصرية الوطنية التي كانت معنا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي ذهبت على نفقاتها ومش على نفقة حد خالص ولا على نفقة الدولة، كانت يعني كل تقاريرها إيجابية، وكانت تقف موقف واضح ضد ما تقدمه اللجان الإلكترونية الإخوانية والتجمعات الإخوانية. نعم، بس لديهم تحفظات على بعض الأمور في مجال حقوق الإنسان، كان لديهم تحفظات على القانون الخاص بالجمعيات الأهلية. لا، هم ما بيتكلموش على الجمعيات الأهلية يا أستاذة رشا. لا، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ذكرت نصا في مؤتمرها الصحفي أن التمهيد بوقف أو التهديد بوقف المعونات هو بسبب قانون جمعيات الأهلية، ذكرت ذلك صراحة. المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري قدم 26 ملحوظة للبرلمان على هذا القانون. لم يكن لا الكونجرس ولا المتحدثة الأمريكية ولا غيره أسبق من المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري. نعم. في تقديم هذه التعليقات إلى البرلمان المصري. إذن القضية إحنا مش منتظرين الخارج يصحح لنا. نعم. لكن أنا عايز أقول برضو إن إحنا يجب أن نكون أكثر إيجابية. إذا كان هناك هيومن رايتس أو غيرها وقائع محددة معروفة، هي ذكرت 18 أو 19 اسم، ما وصل إلي الآن أنهم فقط حالتين اسم حقيقي والباقي أسماء وهمية أو أسماء. فلتقدم هذا التقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان أو أهلهم لنقدمه. لا، لنقدم نحن الحقيقة يا دكتور. لا، لنقدمه للنائب العام لفتح تحقيق مستقل وتكون هناك. لا، يعني دي الخطوة الداخلية، لكن فلنقدم نحن للرأي العام الخارجي ولمنظمات المجتمع المدني الخارجية حقيقة ما يحدث على الأرض، وليس ما تصوره أو تصدره بعض المنظمات الحقوقية. الحقيقة أننا مقصرين في حق أنفسنا، يجب أن تكون هناك بعد التحقق من يعني إحنا ما عندناش ما يضرنا، إحنا لما كان بيجيلنا أي شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ونذهب إلى السجون وأصبحنا سجن العقرب على سبيل التحديد، ونقابل أهل المشكو يعني الذين شكوا في حقهم، نطلب الأسماء فيرفضوا مقابلتنا، وإذا أرسلوا لنا يرسلوا لنا بعض الرسل منهم. لا، ولنطلب من منظمة الهيومن رايتس ووتش، ما هي بتقول إن هي قابلت بعض السجناء وقابلت ذويهم ومن تم الإفراج عنهم وقالوا أنهم تعرضوا، هذه الأسماء لا تطلق يعني أو هذه الحالات لا تطلق بصفة عامة، يتم التحقيق ما هي الأسماء، ما هي الأسر، يتم الوصول إليها، يتم تسجيل شهاداتهم الحقيقية على الوقائع.
يعني معالجة موضوعية وليست فقط بالكلام في الداخل. الكلام مش بس في الداخل، أنا بقول إن هو في حقائق على الأرض. عندما تقدم لنا شكاوي ونذهب إلى السجون لتحقيقها، أصحاب هذه الشكاوي يرفضوا مقابلتنا، وبيقولوا إذا جاء رسل منهم ليقابلنا يقولوا إن إحنا ما عندناش مشكلة مع الداخلية، وإحنا لا نقبل منكم بوساطة، أنتم مجلس انقلابي. نعم، دول أنصار جماعة الإخوان الإرهابي يرفضون تماما مقابلة، حتى يصدروا للعالم مشهد آخر. بالضبط كده، هو يفضل فقط ان هو يصدر شكواه الى العالم الخارجي، وعندما نحقق فيها يرفض هذا التحقيق او يرفض ان هو يمتثل امامنا. نريد ان ننقل ذلك للراي العام العالمي، لابد ان يكون هناك لجنه مشتركه من المجلس القومي لحقوق الانسان مع لجنه حقوق الانسان في البرلمان. نعم. تذهب الى كل السجون وكل أماكن الاحتجاز وتقدم تقريرها أولا على الواقع وليس ورقيا إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي يعقد في شهر سبتمبر وشهر مارس من كل عام. بالضبط. كل لجنة ثم تنتقل من هذا المكان إلى الكونغرس الأمريكي وتقابله وجها لوجه، وتكون الشخصيات منتقاة بعناية، تستطيع أن تتحدث الإنجليزية بطلاقة. نعم. وتتكلم بفهم وعمق، وتستطيع شرح وجهة النظر، وتستطيع شرح الواقع الحقيقي، وكيف تقوم هذه المنظمات بتشويه الواقع وتأخذ حجرا من الحقيقة وتبني عليها أهراما من الكذب وتقدمها للعالم. أنا بشكرك يا دكتور. ما زلنا في حاجة بالفعل إلى كلام تاني. الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لسه ما اشتغلناش في الملف ده بطريقة تخلق كلام تاني مضاد للكلام اللي هم بيقولوه. محتاجين يا جماعة شغل جامد في هذا الموضوع، والحقيقة مش علشان المعونة الأمريكية ولا عشان منظمة بعينها تقول علينا أحسن ناس، ولا في كل الأحوال هيفضلوا طول الوقت عندهم تحفظات على الجميع، لكن القضية ان مبقاش فيه تضخيم بهذه الصورة للأسف. وانا بقول هذا الكلام وانا حزينة للغاية، للأسف ليس لدينا اعلام خارجي قادر حتى اللحظة او صوت من الاعلام في الداخل يستطيع ان يوصل الرسالة بشكل جيد جدا. احنا بنتكلم عن تنظيم جماعة الاخوان المسلمين وتوظيفهم هم وبعض الدول اللي عندهم عداء مباشر مع مصر الان زي قطر في توظيف شركات للعلاقات العامة في الولايات المتحدة الامريكية وفي الدول الاوروبية، تسيء بشكل كبير جدا، وانا بقول لحضراتكم الواقع تسيء بشكل كبير جدا لصورة مصر. والحقيقة ان احنا محتاجين كلام تاني.